أهلا بكم. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، افتتحت ندوة مستجدات الفكر الإسلامي 13 تحت عنوان مواجهة التطرف الفكري الواقع والمأمول، والذي سيستمر حتى 17 من شهر يناير الجاري. برعاية سامية من حضرة صاحب السمو وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري، تم افتتاح ندوة مستجدات الفكر الإسلامي 13 تحت عنوان مواجهة التطرف الفكري الواقع والمأمول. لقد كان تحول الغلو والإرهاب من كونه فكرة تسيطر على مجموعة من حدثاء الأسنان يغلب عليهم الطيش وضعف الفهم، إلى منهجية سبك الدماء وقتل للأبرياء وجز للرؤوس وتناثر للأشلاء وإثارة للفتن العمياء وتواصل لحلقات الإفساد والتكفير واستمرار لمسلسل التفجير. وأعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا المنظمة فريد عمادي إن وزارة الأوقاف ارتأت انتقاء المحاور والضيوف المشاركين في فعاليات وورش هذه الندوة بهدف المساهمة في الاستفادة من التجارب الدولية لمواجهة التطرف الفكري. إذا كان عدونا بهذه الخطورة الداهمة والمنهجية المركبة والإمكانيات الفائقة والتخطيط الدقيق والآلة الإعلامية المؤثرة، فمن الطبيعي أن نتساءل فيما بيننا: ماذا قدمنا لنقف في وجهه ونحمي حصوننا؟ ماذا قدمت الهيئات الإسلامية والعالمية لمواجهته ودفع خطره ورد كيده وإبطال حججه الواهية وكشف زيغه وحماية البيوت والشباب من غلواء تجنيده ونشر أفكاره؟